صباح الخير لكل مشاهدي تلفزيون لبنان، أحلى صباح انطلق بحلقة جديدة وضيوف جديد. اليوم أنا بتشارك صبحيتي أنا وزميلي جوزيف. بونجور جوزيف. صباح الخير أنطوانات، وصباح الخير كمان لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا من وين ما كان، إن كان ببيتهم إن كان على اللابتوب على التليفون. حيا الله مطرح. اليوم أكيد نهار جديد، اليوم الثلاثة ب16 الشهر، خلص الشهر، بلشنا نقرب أكثر وأكثر صوب بتعرفي آخر الشهر، وهيك مشاريع جديدة، وبتعرفي بيقولوا أطول شهر شهر كانون الثاني. عن جد يعني كنت عم بقرا جوزيف من شوي نفس الخبر إنه يعتبر ثالث تنين هو يوم أمس من شهر كانون الثاني اليوم العالمي للكآبة، يعني صنفوه عالميا. ما بعرف ليش أول تنين ثالث تنين من جانفيه بنكون طالعين من الأعياد، يعني عنا ضغوطات مالية ونفسية، يعني أول شيء طالع من فاكيشن مش مستوعب أنك راجع على الشغل، ثاني شيء ضغوطات المادية يلي بتكون دافع كتير مصاري بفترة الأعياد، فصنفوه أنه نهار الكآبة. على أمل يكون انتهى هيدا نهار الكآبة. بتعرفي كمان أنطوانات، يعني أوقات كتير بنحط أول السنة بنحط كتير هاي ريزولوشنز إنه نحن بدنا نوصل نعمل نفوت على الجيم نغير نطلع ننزل، ومنلاقي إنه أول جمعتين يمكن ما بيتغير كتير أشياء، بنجرب نغير ولكن ما بنلاقي النتائج اللي بدنا إياها، فبنفوت بكآبة كمان. فمش هيك منصغر لازم الأهداف اللي بدنا نوصلها كرمال نقدر نوصل. بتعرفي أنطوانات اليوم الصبح كمان قريت جملة كتير لفتت لي نظري، إنه بي كايند تو سم ون It might not take you a long time, but it might change their day. يعني صحيح. لازم نكون منيح مع الأشخاص، يمكن ما تاخذ من وقتنا كتير أو من جهدنا كتير، ولكن بتأثر بنهارهم، يمكن نرسم لهم بسمة، يمكن نخليهم يفكروا، يمكن بحياتهم تتأثر وبدلوا يتذكروها. قد ايه بتسمع جوزيف انه بكلمتك هيدي او بجملتك او بطريقة حديثك اليوم معي عن جد هيك قلبت لي مزاجي او غيرت لي نهاري؟ فعلا في ناس هيك بتعتمد على دعمة بسيطة، نحن بتكون هموم نازلة علينا وبدنا دعم خيالي، لا بالمقابل يمكن نحن نكون دعم لأشخاص تانيين بحاجة بلا ما نعرف، بحاجة لكلمة وحدة لبونجور ليعطيك عافية، فما تكونوا بخلة هيدا تمام. وبتعرفي أنطوانات نحن ببرنامجنا دايما بنغطي كل المواضيع، وخاصة الأشخاص اللي عم بيكونوا عم بيساعدوا، ونحن بدورنا بنحب نساعد كمان. واليوم حبيت بالتحديد أحكي عن يارا، اللي هي بنت من عمر 16 سنة اكتشفت أنه معها مرض الأكيوت لينفوبلاستيك ليكوميا اللي هو نوع من الكانسر كمان. هلأ عم نشوف صورة يارا على الشاشة، بال 2018 كان عمرها 16 سنة وحاربت المرض وقدرت تتخطاه، ولكن لعمر لسنة 2020 رجعت انتكست للأسف وفاتت على المستشفى، وبعدها عم تخضع لعلاج كتير قوي كرمال هيدا الموضوع. وهلأ اليوم يارا عم بتعوز انه تكون عم تخضع لعلاج أكتر وأكتر كرمال تكون عم تعمل العملية زرع النخاع العظم، اللي هو كمان احدى التريتمونات اللي هي لازم تكون عم تعالجها. فغير التريتمون اللي قبل العملية اللي بكلف حوالي 100,000 دولار، في عنا العملية اللي بتكلف ب80,000، هي غير اكيد كل مصاريف القعدة بالمستشفى، لانه بنعرف نحن فوتة المستشفى لحالها كمان كسرة. ونحن بوضعنا اليوم يعني بعد في كتير عالم حابة تساعد وما عارف مين بدها تساعد، فيارا اكيد عم نشوف الصور على الهواء كمان، في عندها ويب سايتات، في عندها كمان ارقام تليفون لكل الاشخاص اللي عبالهم يتبرعوا او يقدروا يساعدوا. وبذات الوقت يعني يارا بالوقت اللي هي كانت تشافت فيه او حست حالها احسن، كانت كمان هي عم بتقوم بدوره تقدر تساعد الاطفال تبع تشيلدرنز كانسر سنتر بلبنان، كرمال تكون عم تجمع لهم تبرعات بذات الوقت وتساعدهم بالتطوع بالسنتر بحد ذاته. فقدرت تعمل هي كثير كمان لهول الاشخاص، نحن كمان نقدر نعمل ليارا ولغير اشخاص كمان لكل مريض. ومنعرف نحن هون المريض بلبنان مش بس مريض ولكن كمان عنده كتير صعوبات مادية كرمال يقدر يتعالج، يعني جوزيف فالله يساعده والله يشفيه أكيد. فعلا يعني الإعلام لازم يلعب دوره بهيدي المواضيع، وهون بدي شدد على أهميته بالوقوف إلى جانب المرضى وكل شخص بحاجة لدعم، لأنه المريض بلبنان مثل ما قلت صارت تكاليف العلاج فعلا يعني لا تحتمل فوق قدرة أي إنسان. فخلينا كلنا نوقف حد يارا وحد كتار من أمثال يارا، يعني إن شاء الله يا رب هيك بتخف هيدي الظاهرة وهيدي الأمراض ونوصل يعني لحل دائم. بتعرفي أنطوانات على أمل إنه ما يكون في مريض، ولكن يعني هيدا الحل الإيديولوجي المثالي، ولكن نعرف نحن دائما رح يكون في عنا حالات ودائما رح يكون في عالم عن جد بدها مساعدة، وحلو اللي يقدر يساعد. صحيح. لو ضلت يساعد، لأنه ما حدا بيعرف إمتى الخبرية بتبرم وبتصير عليه له. فدايما يعني نحن حد بعض بلبنان ودايما في أيادي بيضاء، فمنوجه لهم تحية كتير كبيرة
ولا يشفي كل مريض. صحيح. اليوم نحن كمان فيما يخص هذا الموضوع كمان عنا ضيوف رح نحكي أكثر عن هيدا المرض، رح نحكي عن طرق المقاومة يلي من ضمنها دايما هيك تكون بوزيتيف، نفسيتك بوزيتيف بالإضافة للدعم المادي طبعا. بالمناسبة كمان مشاهدينا في دعوة عامة لكل الكنائس المارونية بلبنان والعالم من غبطة البطريرك الراعي للمشاركة بقرع الأجراس والصلاة لمدة 5 دقائق نهار الجمعة المقبل 19 كانون الثاني الساعة 10:30 بتوقيت لبنان. جزاف بمناسبة رفع مزيك للقديس شربل شفيع لبنان ببازيليك القديس بطرس بروما. شو حلو، يعني عم نشوف العديد من الأحداث كمان اللي عم بتضوي على أشياء بتبعث الأمل وبتبعث الإيمان أكتر وأكتر. فخلينا دايماً بهيدي الهمة وخلينا نضل مقربين هيك من بعض ونضل حاسين بهيدا الجو الألف اللي حسيناه بالعيد والشهر الماضي ونحمله معنا كل السنة. يعني بطبيعة الحال البطرك غبطة البطريرك الراعي جوزيف رفع كل صلاته للبنان وللاستقرار بالجنوب وبغزة. فإن شاء الله إن شاء الله هيك كل الأمنيات بتتحقق. إن شاء الله، يعني نحن كمان كل ما نصلي هيك نذكر بدقيقة أو بدقيقتين يعني كمان نذكر لبنان، مش بس نذكر نفسنا ونذكر كمان غزة ونذكر كمان كل الأشخاص المرضى. تعرفي أنطوانيت، متذكرتي إنه عنا كتير العديد من المواضيع. اليوم رح نكون بمقابلة مع دكتور بيير أبي حنا اختصاصي الأمراض الجرثومية تنحكي معه عن انتشار مرض الإنفلونزا والفرق بين هذا المرض ومرض الكورونا كمان اللي سمعنا عنه. صحيح، وخصوصي بهذا الطقس المتقلب يعني، فهذا الموضوع إجا على قد. من دكتور بيير أبي حنا بننتقل لضيفنا إسحاق نور الدين، منشد روحي ووطني اللي رح بيكون معنا باستوديو وبيرافقنا ببعض هيك الأناشيد. حلو، رح نكون كمان بانترفيو مع منسق أنشطة اليازا ببيروت سمير سنو كرمال يحكينا كمان عن امتحانات السويقة أو أهميتها وليه بتصير وشو أكتر شيء يعني لازم نركز عليه. هيدا موضوع كتير مهم وسلامة المواطنين كمان بوقتها. من سمير سنو مننتقل لدكتور خلدون رفعت غرز الدين، راح بيكون عنده إصدار جديد بعنوان عبور، هيدا الكتاب يلي تم إطلاقه بآب الماضي، ليحكينا أكثر شو فيه بتفاصيل عبور. ومثل كل نهار ثلاثة بنكون مع مارينا كيروز بفقرة فاشن، واليوم مع محمد مروق اللي هو الفاشن ديزاينر تيحكوا آخر الأخبار. شو أنطوانيت، شو وضع الطقس؟ يعني مباشرة من تنعرف تفاصيل من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي عم ينضم لنا أستاذ ويسام. ويسام بونجور. علي يسعد صباحك. ألو صباحك. بونجور. بونجور، كيفك؟ يا هلا أستاذ علي، شو بك تخبرنا عن طقس اليوم الثلاثة 16 كانون الثاني؟ نعم، بالنسبة للطقس عنا بعده متقلب الطقس، بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى مثل اليوم، يعني ببلش يتحسن اليوم وبكرة. عنا غيوم غائم جمالا بشكل عام، ارتفاع إضافي درجات الحرارة، فممكن نشوف بعض الأمطار صوب المنطقة الشمالية باليوم وغدا. أما الخميس والجمعة ببلش الطقس يتحسن وترتفع درجات الحرارة أكثر، خصوصي على الجبال وبالداخل بشكل عام. هلا بالنسبة للحرارة المتوقعينا اليوم بين على الساحل اليوم بين 11 و20 وغدا بين 12 و20، على الجبال اليوم بين 6 و14 وغدا بين 7 و15، أما بالبقاع اليوم بين 6 و13 وغدا بين 6 و14. عنا الرياح تقريبا سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. الرؤية جاي متوسطة تسوق على الجبال بسبب الأمطار والضباب. الرطوبة نسبية على الساحل بين 60 و85%، حال البحر مائج وحرارة الماء 20 درجة تقريبا. يعني هذا كل شيء. يعني أستاذ علي مبدئيا في استقرار حذر عم بيسيطر على لبنان. من نهار الخميس ببلش طقس أحسن، يعني اليوم هو اليوم وبكرة في بعض الأمطار الخفيفة مثل ما قلنا بالمنطقة الشمالية، ويمكن تكون هون بعض المناطق على الجبل أو بالمناطق الساحلية، ولكن خميس وجمعة بيكون طقس مستقر أكثر.
وبترتفع كمان درجات الحرارة. أنا بدي أتشكرك، وطبعا يوميا عم بتوافونا بحالة الطقس من مطار رفيق الحريري الدولي. كل الشكر لك أستاذ علي. يعني جوزيف نحن بحاجة لهدنة تعتبر هيك يومين ثلاثة ينطفوا الطرقات، يشوفوا وين فاضت الأنهر والأنيات لنرجع يعني نفوت بالمرحلة الثانية. شو صار هدول اليومين؟ قولي هلأ عنا شوية انفراجات، بس رح يرجع يصير في منخفض ثاني، فخلينا نستفيد من هالوقت. وأكيد في المسؤولية الشخصية لكل شخص، نجرب ما نكب من الشباك يعني ونجب الطرقات كرمال ما نسد اكيد المجال. هلا ما بعرف قد ايه بعد منلحق، بس كل سنه يعني جوزيف في لبنان كنا نقول بس اول شتوي هي يلي بيطوف فيها البلد وبعدين بتتحول لشتويه عاديه بتشتي. هلا شكله عند كل ما يقولوا لنا يعني في شتي بدها قطع على الويك اند كمان 12% من منسوب المياه اللي قطع بالسنه كلها، فكمان كانت كميه مي كثير كبيره. صحيح. بس اكيد خلينا نكون منتبهين، كانوا محذرين كمان مصلحه الارصاد الجويه اللي ما عنده شغل بالويك اند ما كثير يظهر من البيت كرمال هالموضوع. صحيح. فعلى امل نكون عم نتقدم شوي شوي. بس بتعرفي كنا عم نحكي الصبح عن الاكتئاب، واحدى الاشياء اللي معقول تقدر تو فايت ديبرشن او تو فايت ستريس هو السبور. وعنا طبعاً. اكيد جيلي رمال لكل الاشخاص اللي ما فيها تكون عم تتوجه على النادي او تتمرن محل معين، تعطيهم كمان تفاصيل وشويه هيك نصايح تقدروا يعملوا سبور بالبيت. فرح نكون مع جيلي رمال وهوليستيك موفمنت.